مع تضييق الخناق على تنظيم داعش في آخر جيوب، يستمر المدنيين بالفرار إلى المناطق الآمنة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. في جعبة كل نازح قصة مؤلمة عاشها مع تنظيم داعش. كان صعب جدا إقناع هؤلاء الناس بالتحدث إلينا بسبب كمية الرعب التي خلفها التنظيم في نفوسهم. أبو صالح رجل مسن في الستين من عمره، بقي وحيدا في منزله بهجين بعد أن اضطرت عائلته المكونة من 8 أشخاص مع زوجته للهرب من تنظيم داعش. وقفوني بعد صلاة المغرب 3، قالوا أنت عميل للقوات الديمقراطية. قلت لهم والله يابا أنا من هين، أنا لا لهذول ولا لهذول، إحنا قاعدين ببيوتنا وما عندنا أمور الأمور هذا، لا أريد مناصب ولا أريد شيء ولا أريد معاش. قالوا أنت عميل جاي تتجسس علينا. قلت لهم والله ما أنا عميل. المهم آخر شيء تركوني. الصبح أصبحنا والثلاثة من القوات اللي تسمى داعش ساحبين البوارد علي، قالوا يخرج من البيت. خرجنا من البيت، تركنا الجمل بما حمل، كل شيء تركنا مثل ما هو، تركنا بيوتنا، واللي اندمر اندمر واللي اسحبوه اسحبوه. كان في قرب كثير، قرب كثير مو سوريا، في من المغرب، في من الهند، في من المغرب، في من الهند، حتى من بلجيكا، فيه من بلجيكا، فيه أصدفت ناس من بلجيكا، من المغرب، من الهند. فصل آخر من المعاناة يرويها الشاب أحمد، الذي لا يزال خائفا من عناصر التنظيم ويرفض إزالة اللثام عن وجهه خوفا على بقية عائلته في مناطق التنظيم. يعني أنا انسجنت، سجنوني مشان أول شيء تهمة مشان دخان، بعدين طلعوا لي تهمة إني أهرب سبايا، يعني صرت تهم العالم. أنت اليوم عند عليك قضية دخان، تبيع دخان، هنا ممنوع الدخان غادي، بس تهموني إني أبيع دخان. بعدين طلعوا لي قضية أهرب سبايا، تهريب سبايا يعني. إيه وهيك صار معنا، هذا اللي صار معي يعني. ويتهموا عالم كثير يعني، وراحت عالم أبرياء يعني، ما كثير عالم راحت يعني. تنظيم داعش الذي يستميت بالقتال في آخر جيوبه، يستخدم المدنيين كورقة ضغط على قوات سوريا الديمقراطية للتخفيف عنه عبر استخدامهم كدروع بشرية واستخدام منازلهم للتخفي وتخزين الأسلحة. خلال 24 ساعة الماضية تمكن حوالي 700 شخص معظمهم من النساء والأطفال من الخروج من مناطق سيطرة تنظيم داعش، ليتجهوا إلى المناطق الأكثر أمناً والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. رونق شيخي لأخبار الآن من مخيم الهول شرق مدينة الحسكة. بصيص أمل لمرضى الرئة الذين استنفذوا سائر الخيارات العلاجية، فللمرة الأولى في لبنان أجرى المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت عملية جراحية لزرع الرئة لمريضة كانت تعاني من التليف الكيسي في مراحله النهائية، ما أجبرها على ملازمة منزلها خلال العامين المنصرمين. العملية التي دامت حوالي 7 ساعات تطلب إجراؤها مشاركة فريق من اختصاصات متعددة. وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حصباني زار السيدة التي خضعت للعملية في المستشفى، مؤكدا أن هذا الحدث وضع لبنان بالطليعة في التقدم الطبي. زراعة الأعضاء أصبحت قضية أساسية عم تنطرح اليوم وعم تنعمل بقطاع الصحي اللبناني، من بعد ما شفنا زراعة قلب لطفل، قلب طبيعي لطفل، وشفنا في عملية زراعة الرحم عم بتصير بلبنان، اليوم عم نشوف زراعة الرئة، وطبعا في زراعة الكبد والكلى من زمان عم بتصير بلبنان. لهالسبب هدولي دليل انه القطاع الصحي اللبناني هو متطور جدا من ناحية العلاجات. وقد أكد الطبيب المشرف أن إجراء هذه العملية تحث الجميع على بذل المزيد من الجهود لابتكار العلاجات المتطورة، وتمنى أن تعمم فكرة وهب الأعضاء في المجتمع لإنقاذ حياة المرضى. لأخبار الآن بيروت لبنان، ماريا الفحل.
إيران ساهمت مع الحشد الشعبي في الدفاع في مقاتلة داعش، هذا أمر صحيح، لكن إيران من عملت هذا ليس لاستفادة عيون العراقيين، وإنما دفاعا عن سيادتها. المعركة نقلتها من إيران، من الأراضي الإيرانية إلى العراق. العراق ساحة معركة، معركة ضد داعش، معركة ضد الإرهاب، معركة ضد الاستعمار. السياسيين ما يهمهم غير مصالحهم خاصة، ولهذا تشوف البلد والخدمات في تدني يوم بعد يوم. ولكن من أبرز هاي التدخلات والتدخل الأخوة والجارة إيران في الشأن العراقي، وهذا برز بشكل كبير في منح كابينة وزارة الداخلية إلى السيد الفياض، وهذا إجا بضغط كبير من الحكومة الإيرانية وقاسم سليماني. أتمنى على البرلمان العراقي والدكتور عبد المهدي رئيس وزراء العراق والأخوة الآخرين في القيادة العراقية أن ينظروا إلى هذا الشأن نظرة وطنية عراقية حقيقية. لكن هاي الأصوات أنا ما أشوفها تطلع عندما نشوف المسؤولين الإيرانيين والقياديين بالحرس الثوري الإيراني تدخل للعراق وتطلع، يعني أمثال قاسم سليماني وأمثال العديد من القادة الإيرانيين. يعني تصريح مسؤول عراقي يقول لقد تباحثنا مع السيد قاسم سليماني، أنا كمواطن عراقي ما أعرف شنو دخل مسؤول إيراني، إلى كل الاحترام بس هو مسؤول إيراني، شو له علاقة بالشأن السياسي العراقي حتى يدخل به؟ يعني اليوم في ظل التدخلات الإيرانية الكثيرة في شؤون الداخلية للعراق وانتهاك سيادة العراق بالذات الداخلية، ونرى اليوم الحكومة أغلبها هي من تسيطر عليها إيران، يعني اليوم القرارات الإيرانية تسير على الحكومة العراقية بشتى أنواعها من خلال التأثير على شخصيات عراقية مرموقة سواء كانت سياسية في مناصب سيادية كبيرة على مستوى مختلف من 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 المناصب الحكومية. أكيد أنا كمواطن يعني بسيط أرفض رفض قطعي وجذري كل تدخل خارجي بمختلف المسميات من كافة دول الجوار، لا نسمح بالتدخل بالقرار السياسي، ونطمح أن يكون قرارنا مستقل، قرار سياسي وطني عراقي بامتياز. بعد أن كان تنظيم داعش يسيطر على مساحات شاسعة شرق الفرات، فهو الآن محصور على رقعة ضيقة في ريف دير الزور ليلفظ آخر أنفاسه خلال الأيام المقبلة. عقيد هو قائد العمليات في معركة دحر الإرهاب، يقوم بتوجيه المقاتلين والإشراف على الترتيبات للتوجه نحو خطوط التماس مع التنظيم. نحن بحملة دحر الإرهاب للمرحلة النهائية، بآخر أسبوع حررنا كشمة والشعفة، ومبارحة بالليل قوات حررت بو بدران، كمان باقي بيننا بين 2 كيلومتر تقريبا. هاي التطورات يعني تقدم كتير منيح، رفاق عم يتقدموا، عم نمشي بسرعة لأنه مشان العدو ما يلحق يحط ألغام، لهيك عم نمشي شوي سريعين. كل يوم عم يطلع مدنيين، بين مدنيين كمان بيطلع عدو دواعش، يعني عم يحاول يطلعوا الكل بس ما يطلع بيدهم بصراحة، يلي قدر يطلع اللي ما قدر لسه في جوا، بس بأول مدنية عم تطلع، يعني 500-600 مدني، 700 مدني، أكتريتهم أطفال نساء. عم يحاولوا يفاوضوكم مشان يسلموا حالهم؟ دواعش بدهم معبر بس ما في معبر لهم، يعني بدهم مكان يطلع منه بس ما في. ما راح تعطيهم مجال. ما في مجال، المعركة نهائية لهم. وفي ذات المكان يقف آمد الذي عاد للتو من الخطوط الأمامية للقتال، يقوم بشرح الإحداثيات وتحديد النقاط المهمة للمقاتلين قبل توجههم إلى المعركة، ويشرح لنا حجم الانهيار في صفوف التنظيم. الحزمة بمفاوضات الرسمية، يعني لأنه هم معروفين يعني بالإرهاب، يعني ما يصير مفاوضات بيناتنا بشكل رسمي، يعني بس نحن عم نبعثهم رسائل مثلا نقول سلموا حالكم. يعني هلا بأيام المقبلة في مخططات، طبعا هناك في مدنيين، يعني مبدأنا الأساسي هلا بنفتح الممر للمدنيين أهم شيء. هلا الدواعش يعني التنظيم هم ما يسلمون حالهم، يعني لأنه ما ضل شيء منهم كمان، بس أهم شيء مبدأنا المخططات عم نخططها هو بس نفتح الممر الآمن للمدنيين، هذا هو الأساس. ترى نحن عم نبعثهم رسائل تيسلمون حالهم،
يلي الشعب السوري اللي منضم لهم منقول له تعالوا سلموا حالكم، طرى عليهم الامان، كل واحد بياكل جزاؤه يعني ما في مشكله، بعدين كل واحد قال اهله، بس اهم شيء نحن بدنا المهاجرين. مهاجرين خليه يتحاسبون كل واحد بدولته. الاجانب اللي اجوا لهين يتحاسبون بدولتهم يعني. تنظيم داعش يتداعى، فيما تواصل قوات سوريا الديمقراطيه شن الهجمات على اخر معاقله مدعومه من قوات التحالف التي تساندها جوا وبرا. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم بوتيرة متسارعة داخل مناطق شرق الفرات ليتم حصر تنظيم داعش في منطقة ضيقة يتحسن بداخلها التنظيم ليلفظ آخر أنفاسه. رونق شيخي لأخبار الآن من بلدة شعفة. تبدو الحياة طبيعية عند الدخول من بوابة منبج، فما إن تتجول في شوارع المدينة الواقعة في محافظة حلب شمالية سوريا حتى تشاهد المحال التجارية مشرعة الأبواب أمام المتسوقين. على تقاطعات الشوارع ينشر مجلس منبج العسكري قواته حفظا للأمن في المدينة التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية بمساندة المجلس العسكري من تنظيم داعش قبل أكثر من سنتين. نحن نعول على أبناء مدينة منبج إن كان الإدارة المدنية الديمقراطية أو مجلس منبج العسكري أو حتى قوى الأمن الداخلي، نحن من يدير مدينة منبج ونحن قادرين على حماية المدينة من أي تدخل خارجي كان تركي أو أي تدخل خارجي على مدينة منبج يهدد أمن واستقرار المدينة. شباب منبج إن كان قوات مجلس منبج العسكري أو قوى الأمن الداخلي يسهرون على الأمن والأمان في مدينة منبج. هدوء المدينة ربما عكرت صفه الأحداث التي مرت سراعا في الأيام القليلة الماضية، فالأنباء التي تحدثت عن تقدم قوات النظام إلى مدينة منبج للسيطرة عليها وتهديد فصائل المعارضة الموالية لتركيا من جهة أخرى، ذلك فضلا عن نية القوات الأمريكية الانسحاب من سوريا، دفعت المجلس التشريعي في منبج إلى تأكيد أهمية الحوار في الحفاظ على المدينة وأهلها. باب الحوار مفتوح مع أي طرف سوري إن كان مع النظام أو إن كان مع المعارضة الداخلية، باب الحوار مفتوح، ونقول نحن أهالي سوريا نحن من سيكون الحل بأيدينا نحن وليس من أي طرف خارجي. توتر يشوبه الحذر، هي الحالة التي يعيشها أهالي منبج هذه الأيام، فما يدور حول احتمال تسليم المدينة للنظام السوري يدفع كثيرا من الشباب إلى البدء بالبحث عن مناطق أخرى للإقامة فيها. فإذا النظام والله شوية الوضع يصير أخطر شوية علينا على الشباب، فبالنسبة للكبار والما عليهم يعني شلون بدي اقول لك جيش، او احنا تركنا دراستنا على ايام اول، وهسه اذا نريد نسوي دراسه ما يمشي الحال خالص، ما راح ابقى هون خالص، يعني بدي اشوف لي منطقه امنه غير هاي المنطقه ارجع ارجوع. يعاني اهالي منبج من عدم استقرار الوضع الامني والعسكري، فهذه التطورات التي تحيط بالمدينه ترفع سعر الدولار، كما أنها تؤثر في توفر فرص العمل. سمعنا كثير تهديدات طبعا، بالنسبة للشيء هذا يعني بيأثر لموضوع الشغل والحركة، بخف موضوع الشغل لأنه الناس من أيام داعش خلص صار عندها اكتئاب، الناس صارت تخاف، صار في عنا حالة خوف وحالة رعب بصراحة. الشغل بيه ضعف شوية يعني، الحركة ضعيفة خايفة، الدولار انه غالي يعني وطلع، هاي هي بس. والله الشعب كله يخاف، مو بس انا يعني، كله يخاف من الحرب يعني. بين تأكيد ونفي لدخول النظام السوري ومؤسساته الأمنية إلى منبج وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية أو دخول قوات درع الفرات والقوات التركية إلى المدينة وخروج التحالف الدولي من منبج، تدور عجلة الحياة في المدينة ويبقى أهلها في ترقب مستمر لما ستؤول إليه أحوالهم. لا يختلف اثنان في حبهم للطبيعة في النمسا، وليس من الصعب لكم أن تتخيلوا أسباب عشق السائح العربي للقسم الغربي من هذا البلد. الجبال الشاهقة هنا
مغطاة بالثلوج، تستريح بين قممها القرى النمساوية التقليدية، وبالقرب منها شلال مذهل يتساقط وسط الجبال الثلجية. نحن في بلدة تزالمتسي غرب النمسا. تحظى هذه المنطقة بشعبية كبيرة بين السياح الخليجيين. تميم قدم مع والده من المملكة العربية السعودية، ليس معتادا على رؤية الثلوج، لذلك يستمتع كثيرا باللعب هنا. وعلى الرغم من أن السياح العرب يفضلون هذه المنطقة صيفا، فيتركون بلدانهم الحارة جدا من أجل هواء جبال الألب الباردة، إلا أنهم بدأوا الآن يتخذوها كوجهة شتوية أيضا. أي واحدة تقول زلامسي يقول لك جنة يعني تقريبا. عرفت شلون؟ يعني في أماكن هنا حلوة في النمسا خاصة، في عندك زينة المنطقة هذه أنك تتنقلين من كل مكان تروح إلى ساعة ساعة وربع بالكثير في السيارة. حلو الواحد يكون معه سيارة، حلو يكون يروح أماكن قريبة ويعيش جوا المدينة. المكان في الليل جدا روعة. بعض لافتات الشوارع والإرشادات مكتوبة باللغة العربية، وهذه بقالة الخليج التي تبيع المنتجات العربية حصرا. وهذا لوكاس الذي يدير مكتبا سياحيا في البلدة ويتعامل بشكل كبير مع العرب. يخبرني عن زيارته المملكة العربية السعودية لمعرفة المزيد عن البلد الذي يأتي منه زبائنه. Yeah, I love my job. It's very interesting. And even when we go to Amina, I've been a couple of times to the Emirates and everywhere. But for me, for 2 years ago, when we went with the Austrian Tourism Board, we had a kind of workshop for 2 weeks. I met a lot of travel agents in Saudi, in Kuwait, everywhere. And it's a very interesting culture. And I think it's necessary to see or to see the different cultures to get to know about more than, because then you're able to give the right hospitality to them. Yeah. في البلدة أيضا مطاعم عربية كمطعم علي بابا العراقي، حيث يمكنك الاستمتاع بأشهى الوجبات والتوجه بعدها للتنزه قرب البحيرة. 150 ألف سائح عربي يزورون منطقة تزالمتسي سنويا، عادة يفضلون القدوم إلى هنا خلال فصل الصيف، إلا أنهم يحبون هذه المنطقة كثيرا لدرجة أنهم أصبحوا يأتون إليها أيضا خلال فصل الشتاء البارد. سأعود الآن إلى داخل المقهى لإحتساء الشوكولا الساخن. هناك العديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها، وعلى رأسها التزلج، لكنني اخترت ركوب قطار بخاري نادر في رحلة تخطف الأنفاس. هذا القطار البخاري عمره 106 سنوات، صنع عام 1913 في بودابست، أي في أواخر عهد الأمبراطورية النمساوية المجرية. قضى القطار سنوات عديدة في البوسنة، ولكنه أعيد مؤخرا إلى النمسا حيث تم ترميمه وتشغيله. المنظر في الخارج خيالي، رائحة البخار وضوضاء المحرك يضيفان إلى جمال الطبيعة التي تلبس ثوبها الأبيض. تنتهي بك الرحلة عند شلالات كريمل، وهي معلم جذب رئيسي للزوار. يبلغ ارتفاع الشلالات في كريمل 380 متراً، وهي الأعلى ارتفاعاً في النمسا. في بلدة تزالمتسي ألتقي بسائحاً سعودياً آخر، أسأله عن انطباعاته على المنطقة. والله تقريباً كنا نجي كل صيف، فكنا نشوف الجبال والتزلج، فأتوقعنا أن بالوينتر بيكون الشيء مرة جميل يعني، بالذات إذا كان فيه سنو. فعشان كذا اخترناها بالونتر الآن. والله تعاملهم مرة ممتاز، يعني تقريبا الأوروبيين بصفة عامة تعاملهم ممتاز، يعني رحنا لكذا دولة فتعاملهم مرة كويسين معنا، فما شفنا أي عنصرية بيننا وبينهم.
بينما تتساقط الثلوج بغزارة أودع زلمسي التي سرعان ما تذوب الثلوج يصبح العرب فيها أكثرية، إذ أن 70% من زائري هذه المنطقة أيام الصيف هم من الخليج. جنان موسى، أخبار الآن، النمسا.